سقط 7 فلسطينيين قتلى بينهم صبيان يبلغان من العمر 12 و14 عاما برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات خلال احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة شارك فيها الآلاف يوم الجمعة. وأصيب 505 أشخاص بجروح مختلفة، بينهم 89 بالرصاص الحي، منهم 35 طفلا وأربع سيدات وأربعة مسعفين وصحفيان حسب ما قالت وزارة الصحة في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته لجأت إلى استخدام الذخيرة الحية وتنفيذ ضربة جوية بعد رشقها بالحجارة والعبوات الناسفة ولمنع اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس. ويقول منظم الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، فضلا عن القيود التي تفرضها مصر على الحدود مع غزة. وقالت حماس إن احتجاجات الجمعة كانت أيضا لإحياء الذكرى السنوية 18 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية. وقتل ما لا يقل عن 191 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 من مارس أذار، بينما قتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.